السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام صياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 5، الصف الخامس الابتدائي، ترم 1 الترم الأول. والنهاردة لسه بنكمل شرح يونت 1، We plant our food، أو نحن نزرع طعامنا، وده theme 1 I discover myself. والنهاردة هناخد lesson 4 Jack and the Beanstalk، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا lesson بتاعت النهاردة دي lesson جميلة قوي، هي ستوري جميلة قوي، اتعمل عليها قصص كرتون واتعمل كمان منها فيلم تقدروا تتفرجوا عليه. هو قصة خيالية وقصة جميلة قوي ومسلية جدا. جاك اند ذا بين ستاك، جاك وساق نبتة الفول، وبين طبعا يعني فول. طبعا هنا الكلمات اللي عندنا بين ستاك، بين ستاك يعني ساق نبتة الفول، اي نبات الساق بتاعته طويلة شوية ممكن نقول عليها ستاك. جاينت، جاينت يعني عملاق، شخص ضخم، جاينت. كاسل، كاسل يعني قلعة. ماجيك هن، ماجيك هن يعني دجاجة سحرية. جولدن إجز، جولدن إجز يعني بيض ذهبي. جولدن كوينز، جولدن كوينز يعني عملات ذهبية. جود برايس، جود برايس يعني ثمن جيد. سبيشال، سبيشال بينز، سبيشال بينز يعني حبات فول خاصة. كيج، كيج يعني قفص، كيج. جراب، جراب يعني يلتقط بسرعة. chop down، chop down يعني يقطع، يقطع. axe، axe يعني بلطة أو فأس، الفأس يعني axe أو البلطة يعني axe برضو. reach، reach يعني غني. poor، poor يعني فقير. free، free يعني حر. kind، kind يعني طيب. angry، angry يعني غاضب. hungry، hungry يعني جوعان. terrible، terrible يعني فظيع أو مريع، حاجة فظيعة terrible. large، large يعني ضخم. طبعا on the way to the market، on the way to the market يعني في الطريق للسوق. at the very top، at the very top يعني على أعلى القمة. at last، at last يعني في النهاية. thank you for helping me، thank you for helping me يعني شكرا على مساعدتي. field، field يعني حقل. ground، ground يعني أرض. clouds، clouds يعني سحاب. save me، save me يعني أنقذوني. عندنا كمان في الفونكس أو الصوتيات ال pronunciation، ال pronunciation أو النطق. طبعا هنا عندنا النهاردة في الليسون دي جزء مهم جدا في الفونكس، وهو ال long vowels وال short vowels، وهناخدهم ونفهم الفرق بينهم ونعرف ازاي ننطق الكلمات اللي فيها long vowels والكلمات اللي بننطق فيها ال short vowels. طبعا هنا بيوري لك ازاي بننطق حرف ال E لو في اول الكلمة او في وسط الكلمة. يعني مثلا في بداية كلمة egg، egg بننطقها E، دي short vowels، egg، 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 ما بنمدش النطق بتاع حرف ال E قوي، فبننطقه كده على طول وبسرعة. كمان لما بيبقى عندنا حروف متحركة في وسط الكلام زي كلمة بين، بين يعني فول، هنا لما بيجي حرف الإي أو أي حرفين متحركين في وسط الكلام، الحرف الأولاني بيحصل له مط كده، بنمط النطق بتاعه، علشان كده ده اسمه long vowel. ليه؟ لأن لما بيجي حرفين متحركين، وإحنا عرفنا الفاولز أو الحروف المتحركة هم الخمس حروف اللي إحنا كلنا عارفينهم، اللي هم الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، دول خمس حروف متحركة أو فاولز. بقية الحروف اسمها consonant أو حروف ساكنة، وطبعا دول بيبقوا حروف عادية. بس الحروف الفاولز أو الخمس حروف المتحركة اللي إحنا عارفينهم هم الـ A والـ E والـ I والـ O والـ U، لازم نكون عارفينهم كويس. لما بيجي حرفين من الحروف الفاولز دي او الحروف المتحركة دي جنب بعض في وسط الكلمة زي ما احنا شايفين قدامنا في كلمة بين، الحرف الاولاني وليكن الاي مثلا زي كلمة بين،
بيحصل له مط، بيتنطق ممطوط شوية، علشان كده ده بنقول عليه long vowel. زي مثلا كلمة بين، مطينا نطق الاي فبقت بين، وتحس ان الاي ما بقى نطقها ما كانش ظاهر قوي. وزي كلمة ميت، ميت يعني لحمة، الاي برضو النطق بتاعها بقى ساكن شوية، ما بقاش واضح خالص، والاي بقى عندها اتنطقت بشكل ممطوط، فقلنا الكلمة ميت، ميت. وزي كلمة بريد، بريد، بريد. أما لو كان عندنا حرف فاول واحد في وسط الكلمة، زي مثلا كلمة ملك، الآي حرف من حروف الفاولز، فنطقها بقى سريع يعني ما خدش وقت طويل، ده اسمه شورت فاول. ملك، ملك، ملك. فش، فش، فش. كاندي، كاندي، كاندي. طبعا دي أول حالة من حالات نطق الفاولز أو الحروف المتحركة، لو كانت long vowels أو short vowels. في عندنا برضو بعض الكلمات بتنتهي بحرف الـ E. الكلمات اللي بتنتهي بحرف الـ E دي، لو الكلمة اللي هي في نهايتها حرف الـ E كان في وسطها أو في النص بتاعها يعني حرف من حروف الـ vowels، النطق بتاع الحرف اللي في النص بيتمط، وحرف الـ E ما بيبقاش ظاهر أوي في النطق، ده برضو long vowel. زي هنا، زي ما بقولك هنا مثلا عندنا كلمة grab، 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 عنب. الإي هنا خلت الإيه اتنطقت بشكل ممطوط، grab، 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 يعني عنب. وزي كلمة cake، 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 يعني cake. هنا الإي بسبب إن هي موجودة الحرف اللي في النص اللي هو الإيه، لأن هو حرف من حروف الفاولز، اتنطق ممطوط، اتنطق بشكل ممطوط. وزي كلمة لايم، 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 يعني ثمرة اللايم، هي شبه الليمون واحنا عرفناها في الدروس اللي فاتت. وزي كلمة رايس، 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 يعني أرز، زي ما احنا كلنا عارفين برضو بسبب الإي الآي اتنطقت بشكل ممطوط. هو ده برضو الشكل التاني من اللونج فاولز أو نطق الحروف المتحركة بشكل طويل. فهنا بيورينا بعض الاكزامبلز أو some examples للشورت فاولز واللونج فاولز. هنا الشورت فاولز أو نطق الحروف المتحركة بشكل قصير، زي كلمة كار، كار، الإيت نطقت على طول. وزي كلمة تاب، تاب، يعني حنفية. وزي كلمة فات، فات، يعني سمين. لكن لما نحط A وتتحول كلمة عناية، بنقول كار بتتحول للنطق بتاعها لكير، كير، يعني عناية، والإيت نطقت بشكل ممدود، بدل ما قلنا كار لأن ما فيهاش حرف الإي في الآخر، لما حطينا إي في الآخر الحرف اللي في النص، الحرف اللي في النص لأنه حرف من حروف الفاولز، النطق بتاعه بقى ممدود، بقى لونج فاول، فقلناها كير، 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 يعني عناية. ولما حطينا اي على كلمة تاب اتحولت لشريط، وبقى النطق بتاعها تيب، 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 يعني شريط. ولما حطينا اي على كلمة فات بقت فيت، 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 يعني قدر او مصير. طبعا ده بيوضح لنا بشكل واضح جدا الفرق بين اللونج فاولز والشورت فاولز. الشورت فاولز بتتنطق على طول، ما بنمطش في نطق الحرف، لكن اللونج فاولز بنمط في نطق الحرف، فبالتالي ده اسمه لونج فاول او نطق الحرف بشكل طويل. زي ما قلنا كار، سيارة، كير، عناية، تاب، حنفية، تيب، شريط، فات، سمين، فيت، قدر أو مصير. وعندنا عندنا برضو بعض الكلمات فيها اللونج فاولز أو نطق الحروف المتحركة بشكل طويل، زي كيك، وزي سنيك، وزي رين، وزي بين، وزي جراي،
وزي stay. طبعا دي أمثلة زيادة. المهم إن أنت تكون فهمت دلوقتي الفرق بين اللونج فاولز والشورت فاولز، وإمتى بنقول بننطق الحروف بشكل طويل بتبقى لونج فاولز، وإمتى بننطقها بشكل عادي وهي شورت فاولز. طبعا عندنا تصريفات الأفعال، لازم نحفظ كل الكلام اللي فات ده، ونحفظ طبعا تصريفات الأفعال لأنها هتفضل معاك لغاية ما تخلص جامعة إن شاء الله. climb climb يعني يتسلق، climbed climbed يعني تسلق، count count يعني عد، counted counted يعني عد، talk talk يعني يتحدث، talked talked يعني تحدث، reach reach يعني يصل إلى، reached reached يعني وصل إلى، stay stay يعني يظل يمكث، stayed stayed يعني ظل أو مكث، pick up pick up يعني يلتقط، picked up picked up يعني التقط، plant plant يعني يزرع، planted planted يعني زرع، thank thank يعني يشكر، thanked thanked يعني شكر، cry cry يعني يصرخ، cried cried يعني صرخ، save save يعني ينقذ، saved saved يعني نقز أو أنقذ، grab grab يعني يلتقط بسرعة، grabbed grabbed يعني التقط بسرعة، chop down يعني يقطع، chopped down يعني قطع. الأفعال غير منتظمة برضو أو irregular verbs زي مثلا meet meet يعني يقابل، لما بتيجي في الباست بتبقى met met يعني قابل، throw throw يعني يرمي أو يقذف، throw throw يعني رمى أو قذف، build build يعني يبني، built built يعني بنى، fall fall يعني يسقط أو يقع، fell fell يعني سقط أو وقع، go up يعني يصعد، went up went up يعني صعد، run away run away يعني يفر أو يهرب، ran away ran away يعني هرب أو فر، think think يعني يعتقد، thought thought يعني اعتقد، cut down cut down يعني يقطع، cut down cut down يعني قطع. هنا ما حصلش فيها اي تغيير. عندنا كمان ال decimal fractions او الكسور العشرية ازاي ننطقها، وطبعا هنا بيوضح لك ان الكسر العشري او اي كسر بيتكون من numerator numerator يعني البسط اللي هو الرقم اللي فوق، ودينوميريتور دينوميريتور يعني المقام أو الرقم اللي تحت، نوميريتور البسط الرقم اللي فوق، دينوميريتور يعني المقام أو الرقم اللي تحت. فأي كسر عشري وده جزء خاص بالماث بيتكون من بسط نوميريتور ودينوميريتور أو مقام، وطبعا هو بيعبر الكسر العشري أو الديسيمال فراكشن ده عن إن جزء الرقم اللي فوق ده بيبقى مقسوم على الرقم اللي تحت. يعني لو عندنا 1 over 6 او اللي هو السدس اللي احنا بنقول عليه سدس، الرقم ده بيعبر عن واحد، رقم واحد صحيح اتقسم على 6 اجزاء، فهنا ساعات بنحوله للشكل التاني الشكل العشري ده برضو، زي مثلا اللي هو الفيفث او الخمس، الفيفث او النوميريتور بتاعه 1 والدينوميريتور بتاعه 5، واحد مقسوم على 5، لو قسمتها هتلاقي كل واحد هياخد 20% من الواحد دي او 2 من 10، 5 اجزاء. عندك الـ عندك مثلا الفورث او الربع، لو بصيت عليه هتلاقيه بالشكل العشري بيساوي 25% او 0.25. لو عندك ثيرد او تلت هتلاقيه بالشكل العشري 0.333. لو عندك الهاف او النص بيساوي 0.5 او نص. عندك التو فيفث او خمسين بيساوي 0.4 او 4 من 10. طبعا هنا الزيرو اللي بعد اي رقم مكتوب بعد العلامة العشرية ده بيكون ملوش اي لازمة، علشان كده بيقولك هنا 0.4 بتساوي 0.40 بتساوي 0.400، لأن أي زيرو بعد الفور
ولا ليه اي لازمة، لان هو ملوش اي قيمة عندنا في الحساب بتاعنا. طبعا هنا بيقولك how to read fractions، او ازاي تقرأ الكسور. طبعا بيعرفك ان التلت او one بنسميه one third يعني ثلث، الربع بنسميه one fourth، الخمس بنسميه one fifth، السدس بنسميه one sixth، السبع بنسميه one seventh، الثمن بنسميه one eighth، التسع بنسميه one ninth، وطبعا لو تلتين هنسميهم two thirds، لو تلت أرباع هنسميهم three fourths، لو أربع أخماس هنسميهم four fifths، لو خمس أسداس بنسميهم four five sixths، لو ست أسباع بنسميهم six sevenths، لو سبع أتمام بنسميهم seven eighths، لو تمن أجزاء بنسميهم eight ninth. المهم إن أنت تكون عارف يعني إيه تلت وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع. عارف، لو عارف حافظ الصف الأولاني ده هتقدر تقول بقى بدل one هتقول two و three و four. ليه؟ لأن أنت عارف يعني إيه ثلث اللي هو third، ربع fourth، خمس fifth، سدس sixth، سبع seventh، ثمن eighth، تسع ninth. طبعا هنا بيوريك لما بتنطقها بشكل عشري بنقول 0.20 اللي هي 20%، 0.50، 0.50 اللي هي النص أو الخمسين من أو خمسة من عشرة أو خمسين من مية، 0.25 or 0.25، 0.75 or 0.75. ده طريقة نطق الشكل الديسيمال أو العشري من الكسور أو من الفراكشنز اللي موجودة قدامنا. طبعا هنا نروح هنبتدي نقرأ الستوري الجميلة اللي عندنا. فبيقول لنا هنا أول حاجة definitions أو تعريفات، يعني إيه giant؟ giant أو عملاق، a very very big person، شخص ضخم جدا جدا. grab، grab يعني يلتقط بسرعة، to pick something up quickly إن أنت تلتقط حاجة بسرعة. castle، castle يعني قلعة، a very large building built a long time ago، هو مبنى كبير قوي واتبنى من زمن طويل. chop، chop يعني يقطع، to cut something down إن أنت تقطع حاجة. cage، cage يعني قفص، a box in which we keep animals، الصندوق اللي احنا بنحط فيه الحيوانات. bean stack، bean stack أو ساق نبات الفول، the stem، الساق of the bean plant الخاصة بنبات الفول، that's fast grow and tall اللي بتنمو بسرعة وبتنمو بشكل طويل. طبعا عندنا الستوري الجميلة جاك اند بين ستاك، جاك اند بين ستاك. في عندنا هنا في الباراجراف الاول بيقول لنا هنا جاك اند هيز ماذر وير فيري بور، جاك ومامته كانوا فقراء جدا. امه بتقول له جو تو ذا ماركت اند سيل اور لاست كاو، روح السوق وبيع اخر بقر عندنا. سيد جاكس ماذر، اللي قال كده جاكس ماذر او مامة جاك، ام جاك. please get a good price، لو سمحت احصل على سعر كويس، بها بسعر كويس جاك، يا جاك لو سمحت. في الباراجراف رقم 2 on the way to the market، في طريق للسوق، جاك met an old man، جاك قابل راجل عجوز. I have these special beans، بيقول له انا معايا الحبوب الخاصة بتاعت الفول دي. Do you want to buy them؟ تحب تشتريهم؟ They will make you rich، هما يخلوك غني. Said the man، said the man، الراجل هو اللي قال كده. في الصورة الثالثة بيقول لنا Jack bought the beans، جاك اشترى الفول، حبات الفول دي. But his mother was very angry، لكن أمه كانت غاضبة جدا. We need food، احنا محتاجين طعام. جاك، يا جاك، not beans، مش شوية فول. She threw them، هي رمتهم كده وهي متضايقة، out of the window، من الشباك اللي كان جنب الأوضة بتاع جاك. فهو بيقول لها sorry mom، say Jack، انا اسف يا مام.
I thought they would help us. أنا افتكرتهم ممكن يساعدونا. Jack went to bed. Jack راح نام دخل على السرير عشان ينام. He was sad. هو كان حزين. And very hungry. وجعان جدا. رقم 4. The next morning. الصباح التالي. Jack saw a very tall bean stack. Jack شاف ساق نبات فول طويلة جدا. In the garden. في الحديقة. It went all the way up to the cloud. هي فضلت تنمو لغاية ما دخلت وسط السحب. Jack climbed the beanstalk. Jack تسلق ساق نبات الفول. At the very top, في القمة خالص, he saw a castle. هو شاف قلعة. Jack went inside. Jack دخل القلعة دي. To see if anyone needed help. علشان يشوف لو في حد محتاج مساعدة ولا حاجة. Suddenly, فجأة, Jack saw a very big giant. Jack شاف رجل عملاق ضخم جدا. He was counting bags of golden coins. وكان بيعد جنيهات ذهب محطوطة في حقائب. There was a hen. كان في دجاجة. On the table. على الترابيزة. The hen was in a cage. الدجاجة كانت في قفص. Next to the hen. بجانب الدجاجة. Was a golden egg. كان في بيضة ذهب. في الصورة الستة زي ما احنا شايفين قدامنا. The hen looked very sad. الدجاجة كانت حزينة جدا. It was a magic hen. هي كانت دجاجة سحرية. And it could talk. وكانت ممكن تتكلم. Help me please. بتقول له ساعدني لو سمحت. Help me please. Cried the hen. الدجاجة كانت بتعيطه بتقول له كده. Save me, save me, انقذني. From this terrible giant, من العملاق الفظيع ده. في صورة تمنى, جاك رجع بيته عند مامته بتقول له, فالدجاجة بتقول له, Thank you for helping me, شكرا ان انت انقذتني. Jack, you are a kind boy. جاك انت ولد طيب. Can I please stay with you and your mother? ممكن افضل معاك انت ومامتك؟ Jack and his mother weren't poor anymore. Jack ومامته ما بقوش فقراء تاني. They sold the golden eggs. هم باعوا الذهب هم باعوا البيض الذهبي ده. To buy food. علشان يشتروا الطعام. Jack and his mother lived happily ever after. Jack ومامته عاشوا بمنتهى السعادة بعد كده للأبد. بكده نكون انهينا lesson 4 أو الدرس الرابع. وانهينا معايا الستوري الجميلة دي وانهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.